الخطوة الأولى لرسم بورتريه بشكل أكاديمي، برسم شكل بيضاوي مناسب لشكل الرأس وحجمه، طبعا مناسب للورقة كما مو شايفين. بحدد محور عمودي منتصف الرأس، بحدد عليه محور العيون أو خط العيون، خط مكان الأنف وخط للفم. بعدها برسم العيون مثل ما شايفين، طبعا الأذن مثل ما كنا بنعرف عند خط الأذن لعند خط الأنف. لو ممكن ارسم الشعر بعد ما كملت تدوير الرأس، ممكن ادخل بالتفاصيل اكثر. هون الرقبة الخلف، طبعا لازم ضل عم دقق بالصورة قارن رسمتي فيها. هون كملت الرقبة، هلا ممكن ادخل تفاصيل الوجه. رسمنا الانف بشكل مبسط طبعا، الحواجب اكد عليهم، الشعر، ممكن بعض الظلال الخفيفة. طبعا احنا رح نرجع نعيد الرسمة، راح نظللها بالفحم. هاي مجرد اوتلاين بس لحتى تتعلموا كيف نقدر نطالع اوتلاين من اي صورة. طبعا الاوتلاين بيحتاج لتدريب، لازم نرسم كتير سكتشات، وهي الرسمة ممكن نعتبرها سكتش. كمل تفاصيل الوجه والانف، الفم، الانف حاول صلح فيه. طبعا عن تفاصيل الاذن اكتر، طبعا العيون حجمها صغير. الحاجب شوية ظلال للأنف، ضبطنا الخد، هون تدوير الدقن، بالنسبة للعين لازم نضل ننتبه عليها أكثر، ندقق بالصورة نحن وعم نرسم. مثل ما قلنا هذا مجرد سكتش سريع لتتعلموا كيف نقدر نطالع الأوتلاين، كيف بنرسم بشكل أكاديمي. طبعا راح يكون في فيديو تاني راح نرجع نرسم الرسمة بالفحم، أو نشوف كيف راح نرسمها ونظللها بالفحم. هذا السكتش راح أشتغل فيه شوية تظليل برصاص بس للجمالية ما أكتر. تقريبا هيك السكتش بيكون خالص، ومثل ما شايفين شبه تقريبا 90%. ياريت تعطوني رأيكم بالفيديو، تكتبوا لنا اي ملاحظات او اذا في رسومات حابين نرسمها. راح اترككم مع الفيديو، اتمنى يكون فيه الفائدة. يعطيكم العافية.
إذا عجبكم الفيديو بتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم الدروس القادمة، ويارد تكتبولنا بالتعليقات نسبة الشبه للرسمة بعد ما شفتوها.